أكل سقف قبل وبعد ونسمع. لا مش أنا اللي بيطلع. أوكي طيب محمود. محمود بدر. ماشي انتوا عارفين طبعا ان هي ما بتاخدش اقل من نص دقيقه، بس يعني معايا حوالي دقيقه ممكن اتكلم فيها، اللي هو ان احنا عايزين يعني انا كمان احنا عايز اشكر قوي الهيد بتاعي نادر. الراجل ده بجد قاعد معانا كتير جدا اللي بيعرف معانا ايه تمام، وطبعا نيمو او مامي او تسليم الجديد بتاعتنا وعمرو اكيد يعني عمرو سايب ماشي. تاني حاجة بقى الكبير بقى يعني الكبير بالنسبة لي بقى في كوميد صراحة يعني بالنسبة لي روفي هيد ماركي. الراجل ده يعني طلعنا عينه بجد يعني كلنا ماشي. دلوقتي بقى انا طالع اصلا مش عشان الشكر ده، الشكر ده ليه حاجة تانية، بس واحنا طالعين عشان احنا واحنا ايام الكونفرنس كان ماركتنج بيهس كده ليه هسة هو عارفها كانوا بيقولوها دايما ماشي. فيا ريت بقى ايه نسقف كده عشان هي ما بتطلعش مني لوحدي. مش السقفة دي السقفة اللي قلنا بقى ماشي كويس اللي في نور. واحد اثنين ايوه دي حته مني يا ريت بقى من عارفه ايه حوالي امي ومطور في العينات ايه حيرني السوق حاولني السوق وغلطت معاه وانت Thank you.